محمد عمرية يحييكم من قناة القاهرة تي في، أهلا بكم. ديسمبر ذكرى استشهاد البطل القومي العربي صدام حسين. في 30 ديسمبر عام 2006 تم إعدام الرئيس الراحل الشهيد صدام حسين، وبالتحديد في فجر عيد الأضحى. تصريحات كثيرة وحوارات كثيرة أجريت عن تفاصيل القبض على صدام حسين وقت غزو العراق، وتصريحات من مسؤولين أمريكيين وعسكريين أمريكيين، وتصريحات من مسؤولين عراقيين، ولكن لم يأتوا بالأخبار اللي احنا هنقولها دلوقتي أو التفاصيل اللي احنا هنقولها دلوقتي. في حاكم كان الحاكم المدني الأمريكي في العراق، كان اسمه الجنرال بول بريمر. الجنرال دوت بيروي او بيحكي التفاصيل اللي هي ليلة القبض على صدام حسين، ايه اللي حصل فيها هنشرحها لكم بالتفصيل دلوقتي. بداية من القبض على صدام، ليلة القبض على صدام حتى يوم اعدامه، تفاصيل دقيقة، تفاصيل لأول مرة تذاع وتنشر، سوف تتعرفوا عليها معنا في قناة القاهرة تي في. يقول الجنرال بول بريمر إن هو كان مستلقي، كان نايم، كان في حوالي الساعة 2 بالليل، كان نايم في المكان اللي هو تعرفين العسكريين بيبقى لهم مكان سكن بيناموا فيه وقت إن هو ما عندوش شغل فيه أو مش وقت خدمته. فهو كان نايم، ففوجئ بتليفون جاله قالوا له انزل حالا روح مكتبك. التليفون ده كان من القياده بتاعته. قالوا له انزل حالا روح مكتبك لان هناك امر خطير. نزل على الفور. على ما وصل مكتبه كانت الساعه 2:45 دقيقه صباحا. وصل لمكتبه ففوجئ بإن على التليفون منتظره، حتى الوصول على تليفون مكتبه منتظره الجنرال أبو زيد. الجنرال أبو زيد ده كان قائد القوات المركزية الأمريكية. القائد أبو زيد قال له إحنا قبضنا على شخص ويشتبه إن هو صدام حسين. قبضنا عليه في قرية في مزرعة قرب تكريت. على الفور قال له طب ارسله لنا هاتهولنا. قال له لا احنا مش هنقدر نرسله دلوقتي الا لما نجري اختبارات ونتاكد ان ده صدام ولا ده احد الناس اللي هي شبيهه له اللي صدام كان بيستخدمهم وقت ما بيحب يروح مكان ويحس ان المكان ده غير امن. فبدل ما هو كان يروح كان بيبعت حد شبيه له يروح وكأن صدام بالظبط اللي حضر. فاحنا عاوزين نتأكد الأول إن ده صدام ولا لأ. رد الجنرال بول بريمر قال للجنرال أبو زيد طيب وهنتأكد إزاي؟ قال له قدامنا طريقتين، حاجتين هنعملهم حتى تصل إلينا التعليمات من وزارة الدفاع الأمريكية. الحاجة الأولى إن إحنا هنعرض صدام حسين أو الشخص اللي بيشتبه إنه صدام حسين ده هنعرضه على طارق عزيز اللي هو رئيس الوزراء العراقي في وقت ما كان صدام رئيس. كان في الوقت ده معتقل لدى القوات الأمريكية. فقالوا هنعرض الشخص ده على طارق عزيز وعلى مجموعة الوزراء دول الوحاد اللي هيقدروا يحددوا اذا كان ده صدام ولا لا. خدوا الشخص ده اللي هو بيشتبه انه صدام حتى الان وعرضوه على طارق عزيز رئيس الوزراء العراقي، وكان معتقل زي ما قلنا لدى القوات الامريكيه. عرضوه عليه قالوا له ده صدام. طارق عزيز كان راجل وطني وفي وقت يعني كان في محاولة منه هو وأعوانه
او هو ورفاقه ان هم يحافظوا على صدام حسين من ان الامريكان يقبضوا عليه او يعدموه او الكلام ده. قالوا لا، ده مش صدام، ده شبيه له. فاصبح الامريكان في حيره من امرهم. اتصل الجنرال بول بريمر، اتصل بكونداليزا رايس، قال لها احنا حصل كذا كذا، والوزراء وطارق عزيز رئيس الوزراء قالوا ان ده مش صدام. قالت لهم يخضع في الصباح الباكر لتحليل الدي ان ايه، وبالفعل عملوا تحليل الدي ان ايه وتاكدوا ان ده بالدليل القاطع، ده صدام مفيش كلام. بعد ما تاكدوا ان ده صدام، بول بريمر سال الجنرال ابو زيد، قال له احنا طب احنا خلاص اكدنا ان ده صدام، هنعمل ايه؟ هنرسله، يعني بعض القاده العسكريين بيقولوا نرسله بسفينه بحريه امريكيه توديه لامريكا. نوديه امريكا ولا نعمل ايه؟ الجنرال ابو زيد قال له لا، لو وديناه امريكا هنبقى احنا كذابين وما قبضناش على صدام، وصدام كان موجود عندنا في امريكا واحنا بنعمل فيلم، هيتقال كده. وبعد كده القوات الامريكيه اتصلوا برئيس المجلس السيادي الانتقالي، كان اسمه عدنان البجة. اتصلوا بعدنان ده رئيس المجلس الانتقالي، رئيس المجلس الحكم الانتقالي في العراق، وقالوا له احنا عارفين ان انت من ألد الاعداء لصدام، انت وعيلتك واسرتك وقبيلتك كلها، ايه رأيك تيجي انت وتجيب معاك كام واحد من اعضاء المجلس اللي هو المجلس الانتقالي، المجلس الرئاسي الانتقالي، تجيبهم معاك وتيجوا تقابلوا صدام. قالوا لهم اوكي نيجي نقابل. جابوهم بالفعل ودوهم حيث مكان إقامة الشهيد صدام حسين، كان مقيم أو هم كانوا معتقلينه وحاطينه في مطار بغداد. دخلوا مطار بغداد وودوهم لحد الغرفة اللي صدام حسين فيها، وبعد ما وصلوا فوجئوا بأن تحولت المقابلة أو اللقاء تحول إلى سباب وشتائم متبادلة. يقول الجنرال بول بريمر، قال أنا فوجئت، كنت واقف عند باب الأوضة وهم دخلوا جوه وصدام كان قاعد على السرير، قال فوجئت إن الإيد بتوع المجلس الرئاسي الانتقالي لقيتهم بيوجهوا شتائم لصدام بصورة غير طبيعية. وقال كمان الجنرال بول بريمر، قال انا كنت موجود انا ومترجم، واحد الجنرالات كان معايا في الوقت دوت، كنا واقفين عند باب الغرفة وكنا منتظرين نشوف ايه اللي هيتم، والمترجم كان بيقول لنا ايه اللي هم بيقولوه. فالمترجم قال لنا ان هم كانوا بيوجهوا شتائم كتيرة جدا لصدام، وصدام كان متماسك وكان مبتسم وكان بيرد عليهم بجمل، انتم خونة، انتم عملاء، انتم مرتزقة، وكان بيأكد بكل مرة صدام ان هو هينتصر او العراق كما قال الجنرال بول بريمر، قال ان العراق، ان صدام قال ان العراق هتنتصر على الاعداء وعلى الخونة، ولن تستقر العراق ما دام في العراق خونة وعملاء. خلص اللقاء وصدام حسين وجه لهم كلام كتير جارح، ان هم خونة وان هم عملاء وان هم مرتزقة، وهم وجهوا له بعض الشتائم. ولكن ما أكد عليه الجنرال
بول برايمر قال صدام لم ألاحظ عليه أنه كان منكسر أو أنه كان مهزوم أو أنه كان معتقل، مش باين عليه ولا معتقل ولا باين عليه أنه مهزوم ولا باين عليه أي حاجة من دي، بل كان يتعامل معهم على أنه هو الرئيس العراقي وهم محتلون. بعد كده توجه بول برايمر، الجنرال بول برايمر اتوجه للقيادة المركزية الأمريكية وقال لهم احنا هنعمل ايه؟ قالوا له احنا هنقدم صدام للمحاكمة لأن أمريكا فيها رأيين، في رأي بيقول اعدموه وفي رأي تاني بيقول لا ما تعدموهوش لأن لو عدمتوه هيبقى ده مخالف للقوانين الدولية، قوانين الأسرة، ولازم تعاملوه كويس عشان شكل أمريكا أمام العالم ما يبقاش وحش. مرت الأيام وجاء يوم إعدام الرئيس الشهيد صدام حسين. وقف صدام حسين على كان جالس الأول في البداية جالس أمام المشنقة وكان منتظر يندهوا عليه ويقولوا له قوم عشان نعدمك، فهتف ناس من الشيعة هتفوا ضد صدام، فرد صدام وهو متماسك وقال لهم هي دي الرجولة، كلمة شهيرة، قال لهم هي دي الرجولة. وكان المصور، كان مصور هذه الجريمة كان اسمه علاء وهو من الشيعة، من مسلم الشيعة في العراق، صور بالتعاون وبالاتفاق مع القوات الأمريكية، صور بهاتف محمول، مدة التصوير كانت ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة، قصوا منها والقوات الأمريكية بعتت لقناة الجزيرة دقيقتين وثمانية وثلاثين ثانية بدل ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة. قام صدام وقف على الخشبة على طبلية الإعدام، الشخص اللي هو جاي يعدمه اللي هو اللي احنا بنسميه عندنا زي عشماوي كده جاي يحط الكيس في دماغه، قال له لا انا مش بحاجة في الاكياس وانا مش عايز ما تحطش كيس، حط الحبل واشنق على طول. فوقف اعداء صدام الذين كانوا متواجدين في وقت اعدامه في مكان الاعدام، وهذا غير مقبول ومرفوض وغير قانوني وبيخالف اتفاقية جنيف التي تنص على احترام الأسرى وعلى احترام الإعدام. ما يبقاش فيه إعدام مصور، ما يبقاش فيه إعدام واحد مثلا رئيس أو واحد قائد أو واحد جندي وتيجي تعدمه على الهواء، ده مخالف للقوانين. وده اللي قاله القائد أو الجنرال بول بريمر، قال إحنا خالفنا كل القوانين الدولية في إعدام صدام حسين، وصدام حسين اتعدم بطريقة بشعة جدا لأن التصوير ده جريمة، وجريمة كبيرة جدا في حق الولايات المتحدة الأمريكية. وده اللي حصل، وده اللي وصل ليه حاكم من حكام العرب الذين يعني الشاعر الرئيس صدام حسين كان من الرؤساء العرب الأقوياء الذين كانوا بيرفضوا دائما ويقولوا الأمريكا لا. الرئيس صدام حسين والرئيس جمال عبد الناصر كانوا هم أكتر الناس اللي بتقول لأمريكا لا في المنطقة، ولذلك رحمة الله عليه الرئيس عبد الناصر ثم الشهيد صدام حسين. وهذا هو التاريخ الذي بين أيدينا لنتعلم ونأخذ العظة والعبر ونعرف
أن أمريكا ليست لها حبيب وليست لها صديق وليست لها أي شخص سوى مصلحتها من الطبقة الأولى أو من المرتبة الأولى، مصلحتها ثم مصلحتها، ولا تعرف شيئا عن حقوق الإنسان ولا تعرف شيئا عن الديمقراطية التي يتصدقون بها، ولا يعرفون شيئا عن أي شيء سوى المصلحة الأمريكية فقط. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.